ومن بعد ما جربنا بزاف ديال الكيكات ديال التفاح بغيت نقدم لكم انجح وصفه اللي عجبتني. واش غنقول لكم على هاد التعسيله اللي كاينه في هاد الكيكه هادي؟ احسن كيكه ديال التفاح جربتها لحد الان، خفيفه ولذيذه. فهذه هي الوقيته ديال التفاح، وفي وصفتنا اليوم غادي نحتاجو 3 حتى 4 ديال التفاحات. كنقطعوهم مرصوات اللي كيكونوا صغارين، كنديرهم في واحد لو بول، كنزيدو ليهم نص كاس ديال السكر سنيده، كنزيد عليهم واحد الفاني، رشيشه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال النشا، وهنايا تقدروا ديروا حتى الكوزه الا بغيتوا. وعندي هنا شويه ديال الكركاع، كنخلطهم مزيان وكنخليهم على جنب. ودابا غندوزو نوجدو الكيكه ديالنا. كناخدو واحد لو بول، 3 البيضات، كاس ما عمرش ديال السكر، شيشه الملحه، كنخلطهم كلهم مزيان، وكنزيد عليهم كاس ديال الحليب، كاس ديال الياغورت، وكاس ما عمرش ديال الزيت. كنعاود نخلطهم مزيان وكنزيد عليهم الدقيق. الكميات كلهم غتلقاوهم مكتوبين لتحت. هنايا استعملت جوج ديال الخمارات ديال الحلوه من فئه ديال 7 غرام، وكنغربل الدقيق ديالي من طبيعه الحال، وكنزيد فاني في الاخر، كنخلطها مزيان مزيان، وكيكون القوام ديالها هو هذا. كناخذ مول دائري وكنفرش ليه الورق ديال الفرن، وكندير فيه الطبقه الاولى ديال التفاح اللي درناه مع السكر، كيكون ديك الساعه طلق شويه ديال السيرو، وكندير فوق من التفاح الخليط ديال الكيك ديالي، كندخلو الفرن اللي كيكون سخون حتى كيطيب. من اليوم هاد الكيكه هي اللي غادي تولي معتمده عندكم.